عظيم آواز قاری القرآن زینت القراء شمس القراء لحن داوودی عالمی شہرت یافتہ قاری کہ جن کی آواز سن کر مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی رب کے قرآن کی آواز رب کی قرآن کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتے ہیں اکثر محافل میں جہاں قاری صاحب کا نام آ جائے تو نوجوان مسلمان بوڑھا ہو جوان ہو تلاوت سننے کے لیے دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں میری مراد ملک پاکستان اور عالم اسلام کی ابھی عظیم آواز محترم جناب قاری عبد الرحمن ملتانی دامت برکات العالی ہیں میں ان سے انتہائی خوبصورت الفاظ کے ساتھ ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خوبصورت تلاوت کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر رب کے قرآن کا نور اتارے تشریف لاتے ہیں قاری عبد الرحمن ملتانی صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام
رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا
محمد رسول الله والذي سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك
أدعوك فلا تنسى إلا ما شاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى صدق الله العظيم.